السلام عليكم، معكم مازال حمد وشي فيديو جديد. الورده بيا الله جيت لاصال 11 الليله هذه لاصال خاوي، جيت انا والدري صاحبي غادي نترينيو وغادي نهضر لكم اليوم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف الاغلبيه كيديروا، هو انك تبقى تبدل لونطريمون كل سيمانه ولا كل جوج سيمانات. واش هذه القضيه صحيحه؟ واش غادي تعاونك انك تزيد ميسك؟ واش غتعاونك انك تطور؟ ولا درتي التغيير شنو هي احسن طريقه ديال التغيير باش انك تستافد بزاف وان الجسم ديالك يستافد؟ الى بعد ما هذا غنشرح لكم كل شيء اليوم بالتبسيط بيان سور، بقاو معايا. قبل ما نبداو الفيديو بيان سور، الا عجبك هذا الفيديو هذا خود لقطه منه، ديرها كابتشور ديك في انستغرام ديالك، طاقيني غادي نعاود نطاقيك عندي. تحياتي لكم، السلام عليكم. اول حاجه غادي نهضروا عليها واش هي الاسباب اللي غادي تقدر تدفع واحد الانسان لواحد التغيير. السبب الاول هو يقدر يكون يعني داك عدم الاحساس بالبامب، يعني داك الانتفاخ وداك المرور ديال الدم في العضله، ما بقاش كيحس به الانسان بنفس الوتيره يعني كيفما في الاول. السبب الثاني هو يقدر يكون ملل جسدي، يعني داك التطور اللي كان كيشوفو في الايام الاولى ما بقاش كيشوف نفس السرعه في التطور، اولا ما بقاش كيتطور بصفه عامه، وصل لواحد البلاطو في العضلات ديالو ما بقاش كيستجيب في التطور بنفس الطريقه. والسبب الثالث يقدر يكون ملل نفسي، بمعنى انه من الروتين من داك النمط ديال التدريب كل نهار حافظو كيجي كيطبق في لاصال اولا كتجي كتطبق في لاصال، يعني من سواء نفسيا سواء جسديا اولا ما بقاش عنده داك الاحساس. واش هادشي غادي يكون اساسي للتغيير؟ واش التغيير اساسي؟ شوف، التغيير في هاد الرياضه ديال التدريب هو اساسي، ولكن الا طبقتي التغيير بصح هو الامر اللي غادي نهضروا عليه اليوم. يعني كيفاش دير التغيير باش تمشي الاحسن مستوى جسدي مع الوقت تبقى تطور اكيد، وثاني حاجه شنو هو التوقيت المناسب لانك تمشي فيه التغيير؟ لان الاغلبيه دابا شنو كيدير؟ انك كيجي كيدخل السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه كيدير تغيير. خاصك تعرف انه غير داك التواصل العصبي العضلي، يعني باش الجهاز العصبي ديالك يتولف انه يخدم العضلات كامله في نفس الوقت بواحد التوازن، بانك تخدم بطريقه جيده، خاصو على الاقل واحد جوج حتى ثلاثه سيمانات. يعني احيانا كاين اللي كيدخل في السيمانه الاولى كيغير التدريب، والاسابيع الاولى كتكون كتربح غير في القوه، كتكون باقي ما كتربحش حتى في زياده عضليه، كتربح غير في القوه، لان الجهاز العصبي كنقول لك يلاه كيكون في واحد التواصل عصبي عضلي باش كتقدر انك دير واحد التوازن، وحنا غير كنبسطوا الامور. لذلك ما يمكنش دير تغيير، التغيير اللي كان غادي يكون كل اسبوع فغالبا خطا، لان ما كتعطيش فرصه الجسم اولا فين يتطور. ثاني حاجه، التغيير هو اساسي وهادشي اللي غادي نجاوب عليه. شنو هو التغيير اللي خاصني نطبقه واللي غادي يمكنني من واحد زياده واللي غادي يخلي الجسم ديالي يتطور؟ اهم حاجه هو البروغريسيف اوفرلود. شنو هي البروغريسيف اوفرلود؟ هي يعني طريقه اللي كانوا كيعتمدوها الاغلبيه ديال الاول جينيريشن، يعني دوك الناس اللي كانوا كيديروا البادي بيلدينغ شحال هادو اللي كانوا كيعتمدوا على المساله، وهو انك تبقى تطور من زياده ديال الجهد والستريس على العضله ديالك، لان العضله كتنمو لما كيكون عليها واحد الشده، لما كيكون عليها واحد الجهد، ولما كتبقى في ستريس. بيان سور انت مع الوقت بما انك كتبقى تطور في الاوزان ديالك ما كيبقاش داك ستريس بنفس الطريقه. الو شنو هي الطريقه اللي غتساعد بها واللي غتخليك دائما يعني في واحد الزياده؟ هاد البروغريسيف اوفرلود ماشي كما كيظن الاغلبيه انك مساله تزيد وزن صافي غنزيد وزن راني في بروغريسيف اوفرلود، لا، كاين طرق كثيره. اول مساله وهي زياده الوزن اللي غادي نهضروا عليها، يعني انت دخلتي لاصال كنتي مبتدئ، كنتي كتقدر تهز واحد مثلا باره خفيفه خاويه كاع، مع الوقت كتلاحظ انك بديتي كتقدر تزيد 5 كيلو. هنا كل اسبوع او كل اسبوعين حاول تطور الاوزان ديالك، يعني هذه النصيحه الاولى، حاول تطور الاوزان ديالك، يعني كل اسبوع او اسبوعين حاول نزيد. ملي كنقول تطور الاوزان ما كنقولش كنتي كتهز 10 السيمانه الجايه خاصك تهز 20، اذا كنتي هاد السيمانه في 10 والسيمانه اللي موراها اولا جوج سيمانات مشيتي غير من 10 كيلو ل 12 كيلو هذه راه في حد ذاتها زياده، يعني غير ديك 2 كيلو اولا حتى نص كيلو اللي زدتي فهو واحد الضغط جديد على العضله. يعني الحاجه اللي خاصك تفهم ان العضله انت ملي كتمشي لاصال ما كتشوفك شنو كدير، يعني راه ماشي كتقول واه سيد كي شو كي كيقلب لي التدريب ولا شحال، لا، هي كتشوف الضغط اللي كتعيش فيه وداك ستريس. كل ما كان ستريس اكثر كل ما كيكون نمو اكثر، لما كتزيد اوزان كيكون واحد ستريس عليها اكثر وكيكون ستريس جديد، هذا هو اللي شوف الحقيقه ديال العضله، يعني هنا كتدفعها لانها تنمو. غتقول لي على مدار الوقت وانه لما غادي تزيد المده ولما انك تبقى تطور الاوزان ديالك غادي توقف. هذا غادي ندوزنا للحاجه الثانيه، كنتي انت مثلا وصلتي مثلا نقول وصلتي ل 50 كيلو في الصدر بنش بريس، وصلتي ل 50 كيلو ما بقيتيش قادر تزيد على 50 كيلو على الاقل في ذاك الوقت، يعني مستوى القوه ديالك ما بقاش قادر انه يفوتك هذيك 50 كيلو.
وهنا انت كدير مثلا 10 ديال التعدادات ب 50 كيلو. هنا طريقه البروغريسيف اوفرلود وحده اخرى هو انك تقدر تزيد تكرارات، مثلا كنتي في 10 غتمشي 12 تكرار، 12 تكرار بنفس الوزن. يعني هنا هو لو ما طورتيش الزياده في الوزن راك زدتي في عدد التعدادات. هذا شنو هو؟ ضغط جديد واحد اخر على العضله وبواحد الوزن اللي هو اقصى وزن تقدر توصل ليه. يعني هذا حل ثاني، طورت الاوزان ديالي هو الحل الاول، شفت واحد الوقيته انني ما بقيتش قادر نتطور، ها هو حل ثاني، يعني انني نزيد واحد عدد التكرارات بنفس ذاك الوزن اللي ستوبيت فيه. هنا كون متاكد انك غادي تقدر تربح حتى من ناحيه القوه، وانه بعد واحد المده قصيره او متوسطه تقدر تزيد تقول مره اخرى بعد عدد عدات اقل. يعني احنا عطيناك الحل الاول، الحل الثاني دابا غادي نجيو للحل الثالث. ربما زدتي عدد التعدادات بيان سور ما تقدرش تمشي ل 20 تعداده لانك ما تبقاش فواحد الموفمون هايبرتروفيك، لان غالبا الهايبرتروفي غتكون مثلا من 8 حتى ل 15 تعداده، لان هذه الوقيته اللي كتستعمل فيها الالياف القابله للتطور في الضخامه في الحجم ماشي الياف ديال المقاومه. يعني توصل لواحد 15 تعداده غتكون صعيبه عليك انك تزيد. هنا تقدر تزيد تطور حاجه اخرى ثالثه، مثلا انت ما بين عده وعده، يعني ما بين سيري وسيري عندك التوقيت ديال الراحه دقيقه، او لا مثلا نقول حنا توقيت الراحه ديالك مثلا نقولوها دقيقه 60 ثانيه. شنو غادير انت مثلا في التمرين الجاي؟ غادي تولي دير الفتره ديال الراحه 30 ثانيه. يعني هنا انت طورتي في الاوزان ديالك، طورتي في عدد التعدادات ديالك، انت تقدر لك تجي كذلك مساله الوقت. يعني بعد ما كنتي كترتاح 60 ثانيه وليتي كترتاح 30 ثانيه، هنا العضله ما كيكونش عندها حتى داك المصدر ديال الاسترجاع ديال القوه ديالها 100%، حنا كنمشيو هنا بالتبسيط، فكتكون واحد الضغط اعلى عليها. يعني هنا في ثلاثه المراحل مشيتي بثلاثه ديال التغييرات اللي الاغلبيه ديال الناس ما كيبانوش لهم تغييرات. علاش؟ لان ما كيعطيوش الفرصه للجسم ديالهم في التطور. الاغلبيه دابا كتلقى اللي كيدخل باغي يدير سوبر سيت، باغي يدير دروب سيت، باغي يدير 12، باغي يدير 8، باغي يدير كلشي في نفس الوقت. راه هذا هو اكبر غلط كتعيش فيه، هو انك هي كتشوف فيديو في يوتيوب من عند اي واحد، ربما حتى من عندي انا كنهضرك هذا بصفه عامه، الا تبع واحد حاجه عطيها واحد المده. علاش؟ هادشي كامل اللي شرحناه، التطور ديال الاوزان، تطور تعداد عدد ديال التعدادات، والتطوير ديال التقصير ديال المستوى ديال الوقت، هادشي راه غتلقى راسك داز واحد عام عام ولا عام ونص وانت في نفس التدريب وكتطور غير في هادشي وكتلاحظ التغيير. لان هادشي كامل اللي هضرنا عليه بالنسبه للجسم راه تغيير، لان الجسم راه ما عارفكش هو حيدتي البريسا ودرتي بارا، هو بالنسبه ليه الضغط اللي كيعايشو هو الضغط اللي غيسمح ليه بالتطور. دابا هادشي غيكون في واحد المرحله زمنيه كبيره. الا انت مشيتي في واحد المرحله زمنيه واحد المده مثلا مشيتي بحال هكا ربما المده ديال 3 شهور 6 شهور عام، لان كل انسان كيدير ميمكنش نهزو نطبقو هادشي ونعمو. كل انسان غادي يشوف بدلت هاد القضيه كاين واحد التطور، بدلت هاد القضيه كاين تطور. هنا غتبقى غادي واحد النهار ملي يحبس التطور، اولا ملي تحبس انت بداك الاحساس ديالك داك الرغبه ديال التدريب بصفه عامه، وشفتي انك وصلتي وبدلتي هادشي كامل، هنا نقدر انني نفكر في التغيير ديال التدريب بمعنى التغيير ديال التدريب. هادشي كامل اللي هضرنا عليه تغيير، ولكن التغيير اللي هو ملموس يعني بالمفهوم اللي يقدر اي واحد يفهمه، وهو انه مثلا عندي خمسه ديال السيريات، خمسه ديال التمارين مختلفه. اول حاجه ندير نقدر نبدل غير يعني نبدل الترتيب ديال التمارين ديالي، غير التبديل ديال الترتيب. الا كنتي انت كتلاحظ ان دوك التمارين كيتفاعلوا معاك وكيعطوك واحد الزياده، نبدل غير الترتيب ديالهم. هنا لما غتبدل الترتيب هذا راه واحد التغيير، يعني واحد التغيير. مثلا كنتي كتبدا بالديد ليفت وكنتي كتبدا مثلا بالجراره اللي عندك، هنا الضغط اللي كان كيدار على العضله في الاول وكنتي كتعطي فيه الطاقه غتولي تعطيه حتى الاخر، لما العضله كتعيا عاد كتعطيها انت ديد ليفت، يعني كيكون عليها واحد الضغط اكبر. هذا تغيير، انا كنحاول غير نبسط الاشياء. حاجه اخرى، ربما انت عييتي من واحد التدريب، ماشي ضروري تبدل التدريب كامل على قد، تقدر تبدل غير واحد التمرين، ربما مابقيتيش كتحس بانك انت كتنتمي لذاك التدريب، مابقيتيش كتحس انه كيجي معاك، تقدر تغيره. يعني هذا هو التغيير الجذري. تقدر مثلا تدخل مثلا سوبر سيت، او تدخل سوبر سيت هو انك تكومبيني جوج عضلات اللي مختلفين، المهم هادشي اللي تبسيط، او دروب سيت يعني في الاخر ديال التدريب ديالك كتهز واحد الثقل تخوي وتكمل بداك الثقل يعني في التعداد الاخر، وتبقى تخوي تخوي حتى توصل مابقيتيش قادر تزيد. يعني هذيك الاشياء كلها تطبقها اولا لما تعطي فرصه للجسم انه يتطور. راه كيف ما قلت لك الاغلبيه كيجي بالتدريب مباشره. الحاجه اللي مهمه وبما انني كنحاول ننصحو من تجربه جد بسيطه، هو انه بعد من داك التدريب العجيبه فهمتيني
سري الكامباوند موفمنت، التمارين اللي كتستعمل مجموعه عضليه كبيره باش تكون كتربح حتى في القوه، ديد ليفت، بنش بريس، سكوات، هادو كلها تمارين مساعده. التمارين اللي غتدخل مجموعه عضليه كبيره غتربح فيها في القوه، غتربح فيها في الكتله العضليه، هذه كلها مفيده. اما التغيير كيف ما قلت لك غادي يجي واحد الوقيته غادي يكون اساسي، ولكن التغيير بالطريقه اللي شرحناها هي الاولى، من موراها عاد يجي التغيير ديال التدريب. علاش كيجي احيانا التغيير ديال التدريب كيكون اساسي كذلك؟ لان واحد الوقيته الجسم كيعتاد على واحد النمط ديال التمارين، ما كيبقاش يكون واحد التفاعل، حتى القوه ديالك ما كتبقاش تتطور. لما كتبدل التدريب ديالك سواء بالترتيب او تبدل واحد التمرين معين، شنو كيقدر يوقع؟ كيقدر انك تولي تربح من جديد في القوه، فلما تغير وترجع للتدريب اللي كنتي فيه في الاول تلقى راسك قدر شي تزيد اوزان اكثر. يعني انا حاولت نعطيك بعدا اجمالا اليوم طريقه ديال التغيير بعد الاولى الصحيحه واللي خاصك تمشي فيها واحد المده عاد توصل لواحد التغيير ديال التدريب جذري، او لا تدخل سوبر سات او لا دروب سات او لا شيء من هذا القبيل، او لا تخدم اف اس تي 7. يعني حنا كنهضروا بصفه عامه. دابا غنشوفوا التوقيت، واش كاين توقيت بالضبط انا نغير؟ الا كنتي مبتدئ يلاه بديتي يلاه قلتي بسم الله، انسى المساله ديال التغيير، لان انت اصلا يلاه كتخلي الجسم انه يولف واحد التوازن عصبي عضلي. يعني اصلا مثلا كتخدم البنش بريس خدامين معاك الكتاف التريسبس والصدر، يلاه الجهاز العصبي كيقدر يدير التوازن ما بين هاد ثلاث العضلات، ما بين الكتاف ما بين التريسبس ديالك وما بين الصدر، باش يخدموا في نفس الوقت. لا لاحظتي الاسابيع الاولى كتبقى دير براها يعني كترتعش، علاش؟ لان كاين باقي ما كاينش واحد التواصل عصبي، يعني المسل مايند كونيكشن باقي ما كايناش بشكل صحيح. داكشي علاش كل ما مشيتي في التدريب ديالك وتقنتيه مع المده غتلاحظ تطور افضل، لانك اصلا كتقعد التدريب. اما الا بقيتي من الاول وانت ديما ما ضابطش الحاجه، يعني مازال كترعد فيها، مازال كتهبط عوجه، يعني راه كاين اشكال. اما الا كنتي فتي ديك المرحله ديال شهر او شهرين او ثلاث شهور، يعني ما بقيتيش يلاه بديتي، هنا كيف ما قلنا غادي تطبق داك التغييرات اللي هضرنا عليها، التغييرات اللي هي غدير الضغط على الجسم اكثر، سواء بالوزن، سواء انك تزيد عدد التعدادات بنفس الوزن اللي ما بقيتيش قادر تطوره، او لا تنقص كذلك بالوقت الراحه، من موراها دوز التغيير ديال التدريب او نمط التدريب بصفه عامه كيف ما شرحنا. اما انه كاين وقت محدد ريح الشهرين قلب اخويا ولا قلب اختي، هادشي راه ما كاينش. كل انسان انا كاين تمارين اللي خدمت بهم حتى العام، علاش؟ لان كنلقى راحتي فيهم، كنلقى انه كاين تطور، كنحس انه كاين بامب، هادشي باعتبار انك محترم التغذيه، محترم النعاس، محترم كلشي. حيت كاين واحد المشكل كيوقع، هو ما كياكلش مزيان اولا ما كينعسش مزيان، في التدريب ما كيلقاش الجهد، ما كيلقاش التطور، كيبدل التدريب. لا، تاكد انك بعدا محترم كلشي، يعني محترم جميع لي ديتاي الاخرين، سواء التغذيه سواء النوم ديالك، عاد حكم على التدريب. التدريب غادي تقلبو ملي غادي تحس، ماشي غير ملي تنفسيا، لان الرياضه راه غتمل، راه بطبعك غتمل. يعني الا ما كانتش عندك انت واحد الرغبه جامحه انك توصل لداك الشيء اللي بغيتي، راه غينسى، غتمل واحد النهار، سواء في التغذيه سواء في شي حاجه اخرى سواء في التدريب. الوغ نفسيا حاول تكون قوي، حاول تبقى مركز على واحد الهدف اللي انت باغي توصل ليه، وخلي المقارنه ديالك مع ذاتك، وطمع في راسك، يعني طمع انك تطور راسك وتحد مع نفسك. انسى الناس، لان الناس الاغلبيه فيك، الاغلبيه يعني بعاد عن عندهم واحد السيل دو في اللي انت ما تقدرش تدخل فيه. كاين اللي عنده نمط حياه، كاين اللي عنده مصدر رزق، يعني بزاف العوامل اللي ما كاينش تدخلوا فيهم. تقارن مع نفسك، هادشي اللي كنقول لك، شوف راسك ما بقيتيش قادر تطور، طبقتي هادشي كامل وما بقيتيش قادر تطور، هنا ندوز الواحد من التغييرات. شوف انت فينا وبقيتها، واش طبقتي داك التغييرات كاملين وغتوصل لنمط التدريب، وعلى حسب هادشي اللي صرحنا. شوف انت سيتو راسك فين وبدل. الحاجه اللي بغيت نوضحها في الاخر، هادشي راه ماشي علم مضبوط. لما كنهضروا على التاثير ديال الكربوهيدرات او الانسولين او ديال الهرمونات، كيكون علم مضبوط لان كيكون تجريبي وكيكون عليه بحوث كبيره. ملي كنشوف التدريب كاين بحوث، ولكن كيبقى كل انسان والجسم ديالو. كاين اللي يقدر يمشي على التدريب 3 شهور وما يبقاش جاي معاه وخاصو يغيرو، كاين اللي يقدر يمشي على التدريب عام. يعني الا جينا ناخذ غير جوج الناس، الا واحد فيهم غادي نتيق. هادشي علاش خاص تكون كومن سنس، يعني كتحس براسك انت، كتحس بذاتك. الا طبقتي هادشي اللي عطيتك اليوم بتبسيط، غادي يكون مساعد ليك بزاف انك تطور. غير هاد الهضره علاش كنقولها لك، كيجي في الاخر يقول لك ربما الهضره خطا. انا هنا ماشي كنحاول نفسو انه الهضره صحيحه او الهضره خطا، هذه هضره من تجربه بسيطه ومن بحوث اللي كتبقى في التدريب، بحوث ماشي مضبوطه، ولكن من خلال التجربه، من خلال الممارسه، من خلال الناس اللي كيفيدونا، اولا من خلال الناس اللي في اول جينيريشن كيفاش كانوا كيتطوروا. فهذه ملاحظات بسيطه وتدوينات اللي غادي تقدر تساعدك. ونصيحة اخرى، الا عندك كتاب صغير وتقدر تبقى تنطي فيه، شحال كدير عدد التعدادات، شحال الراحه اللي كتاخذ، غتقدر تقول لي واش انا غنت اونكاجا في هادشي كامل مالي انايا، راه غير كتريني. انا كنهضر مع واحد الانسان
اللي واخد هادشي بسيريو باغي يوصل، واحد اخر اللي كيتدرب غير باش يتدرب، حتى هذاك غنحتارمو اكيد الهدف ديالو، فمزيان انك تجي تريني انك غتحس براسك مزيان، هذه مساله جيده. ولكن واحد الانسان اللي كيسعى التطور كيف ما كاين تضحيات في التدريب كاين تضحيات حتى في التغذيه، انك تنوطي راه ما تبقاش عاقل من نص شهور كيفاش غادي انت، شحال ديال الاوزان كتهز، شحال ديال التعدادات، غتنوضي هادشي وغتمشي بالطريقه اللي قلت لك، كون متاكد انك غادي تلاحظ التطور. من غير باش نلخصو، ان هذه ملاحظات اللي سواء غتلقاها في المجال ديال التدريب او ملاحظات شخصيه واللي غادي تساعدك ان شاء الله بزاف الا طبقتيها، وراه لوجيك بزاف، يعني ما كاينش حاجه كنجيبها من راسي اولا كنختار على اي معلومه، سواء كنقرا عليها سواء من تحت خاص سواء بيناتهم بجوج كيفما ديما. المهم كنحاول غير نوصل لكم الفكره هكا اللي كيغير التدريب، ما بقاش يغيره بشكل كل مره، لان ما كتعطيش حتى الفرصه الجسم يتطور. كنهضر معكم من القلب، لان بغيت كنشوف بزاف ديال اللي كيدخلوا في لاصال بدا بالكابل السيمانه الجايه راه بشي حاجه، السيمانه اللي مورا بشي حاجه، ويلاه بادي يلاه السيمانه الثانيه اولا الثالثه، وهذا امر ما كيخليكش تطور. من حاول نقربك فكره، ذكر دائما ان العضله كتعرف غير الجهد يتزاد عليها، ستريس يتزاد عليها، ما كتفهمش هي شنو هي ماشين ولا شنو هي ارضاء، يعني حاول تركز بحال هكا. كنتمنى لكم كامل التوفيق، لايك في الفيديو ما تنساش بيان سور لايك وبارطاجيه، نتلاقاو في الفيديو الجاي، تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم.